رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا صلاة الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة عايز أتكلم فيها طبعا بعد خسارة منتخب مصر أمام منتخب فرنسا، لا تأتي المصائب لا تأتي فرادى دائما، وضربة موجعة لمنتخب مصر في مباراته القادمة الميدالية البرونزية، مباراة مصر والمغرب، مباراة اللي هتقام على المركز الثالث يوم الخميس القادم الساعة 6 مساء بإذن الرحمن. منتخب مصر هيتوقف وهيتحرم من خدمات اللاعب عمر فايد اللي النهاردة كان سبب في الخسارة واحد الأسباب الرئيسية في خسارة منتخب مصر أمام فرنسا، هيغيب بداعي الحصول على الكارت الأحمر، كمان هيغيب أحمد سيد زيزو بسبب تراكم البطاقات الصفراء. أتمنى نحن نخرج بأكبر مكاسب من بطولة الألعاب الأولمبية في كرة القدم. أتمنى الكابتن حسام حسن اللي كان بيدعي كذبا إن الدوري المصري مفهوش لعيبة وإن ما عنديش لعيبة تعمل منتخب قوي، أعتقد في أكتر من 6-7 لعيبة في منتخب مصر الأولمبي ممكن يكونوا إضافة قوية لمنتخب مصر، زي محمود صابر، زي إبراهيم عادل، زي حمزة علاء، زي كوكا، زي كريم الدبيس، لعيبة تستحق إنها تحصل على فرصة كاملة مع منتخب مصر الأول. زيزو أعتقد إن البطولة ردت على الكذابين المدلسين، بعض الجماهير اللي بتنفخ في اللاعب، بعض الجماهير اللي شايفين اللاعب أحسن لاعب في مصر. أعتقد على مدار البطولة زيزو لاعب عادي، زيزو لاعب عادي جدا، زيزو تحت العادي كمان، زيزو لم يقدم أي إضافة بالرغم أن تم ضمه كلاعب كبير، من المفترض أنه بيلعب أعلى من فئة عمرية موجودة في الملعب، من المفترض أنه يقدم إضافة لمنتخب مصر، من المفترض أنه يكون لاعب مؤثر مع منتخب مصر. ما شفناش ده طوال البطولة، ما شفناش ماتش واحد زيزو كان مؤثر فيه أو عمل الفارق مع منتخب مصر. لعيب بالونة وهالة إعلامية وهالة على السوشيال ميديا كبيرة جدا حوالين زيزو، ولكن المحصلة صفر صفر في كل شيء مع أحمد سيد زيزو. كنا نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وما زلنا نمني النفس بميدالية برونزية أمام منتخب المغرب القوي والمنتخب العنيد. خلي بالك منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب الأولمبي لعبوا مع بعض في المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لكن اللي مقوي فريق المغرب دلوقتي هو اللعيبة الكبار اللي فوق السن. المغرب عندهم سفيان رحيمي، المغرب عندهم أشرف حكيمي، وإحنا عندنا أحمد سيد زيزو، وأعتقد الفارق واضح جدا. سفيان رحيمي مسجل 5 أهداف لمنتخب المغرب وهداف الألعاب الأولمبية حتى الآن. زيزو لحد النهاردة ما جابش جون واحد يوحد ربنا، مفيش خالص أبيض. فالفارق ولا هيوقف كفة على كفة أو على حساب كفة ويخلي كفة الطب هي اللاعبين الكبار واللاعبين اللي يقدموا إضافة لمنتخب بلادهم. عايز أقول الأخ هاني حتحوت بيوجه عتاب للنادي الأهلي، وناس كتير عايزة تشال النادي الأهلي الليلة، ناس كتير بعد خروج منتخب مصر عايزة تشيل الأهلي الليلة وتقول إن الأهلي السبب في خروج منتخب مصر أمام منتخب فرنسا وخروجه وعدم وصوله للمباراة النهائية. الأخ هاني حتحوت الزملكاوي قال لك أنا زعلان حقيقي، زعلان لأن الحلم كان ممكن يتحقق لو معانا إضافات قوية في القايمة، والراجل كان عارف هو عايز إيه. بس عتاب، أنا آسف جدا، عندي عتاب على الأهلي بسبب رفضه أنه يسيب لعبته للمنتخب الأولمبي. كان لازم تغلب مصلحة المنتخب على المصلحة بالنسبة للنادي الأهلي، والمنتخب أولى والكل يلتف حواليه عكس مصالح أقل أهمية، لأن قائمة الأهلي فيها لعيبة
تعوض. هو لو منعم وامام راحوا المنتخب الاهلي كان هيخسر الدوري يعني؟ لا طبعا، كان هيكسب الدوري عادي، وكان لازم يحصل تغليب لمسرحه مصر لانها الاهم. ده الاخ هاني حتحوت، ده الاخ هاني حتحوت عايز يلبسها في الاهلي، ان الاهلي لو كان ساب عبد المنعم وامام ما كناش خسرنا من فرنسا. طب ليه ما تخلي عندك شجاعه ادبيه واعلاميه ومهنيه وتقول لو كان معانا محمد صلاح ولو كان معانا مصطفى محمد كنا كسبنا اي حد؟ لكن انت ما تقدرش تتكلم نص كلمه على محمد صلاح لانك عارف هتتشد وودنك هتتقرص قرصه جامده لو فتحت بقك على صلاح. لكن الاهلي مباح لحتحوت وامثال حتحوت، خبط في الاهلي زي ما انت عايز، رزع في الاهلي زي ما انت عايز، لكن اوعى تيجي جنب صلاح. صلاح ممنوع، مليون خط احمر. الاهلي اوكي اعمل ما بدالك مع النادي الاهلي، لكن محمد صلاح ما تتكلمش عنه نص كلمه. اي لاعب محترف ما تتكلمش عنه نص كلمه، لكن الاهلي اطلع خبط فيه. طبعا لو كان الزمالك مكان الاهلي او الزمالك بينافس في الدوري ما كانش ساب زيزو، وما كانش هيجرؤ هاني حتحوت ان يوجه نص الكلام ده لنادي الزمالك. الاستاذ عبد العزيز غنيم اللي انا ما اعرفوش، والله ما اعرفه يعني، انا عشان اعرف مين ده دخلت على جوجل وكتبت عبد العزيز غنيم، يعني انا مع احترامي الكامل للشخص ما اعرفوش ولا يفرق معايا ولا يشرفني ان اعرفه ولا يشرفني اني ابحث عنه باي معلومه. اخ عبد العزيز غنيم بعد الفشل الذريع لاتحاد الملاكمه اللي خد ملايين قد كده من دمنا ودم ولادنا عشان نكون منتخب سواء كان رجال او سيدات جاهز ومستعد لرفع علم مصر في الالعاب الاولمبيه، بدل ما يطلع يعتذر زي اي رئيس اتحاد محترم، اي حد محترم مكانك يطلع يعتذر اولا، لكن بمنتهى العنترية والغطرسة راجل طالع يقول لك انا عايز اوجه سؤال للناس اللي بتنتقد ابطال مصر في اولمبياد باريس، ماذا لو شاركت في دورة اولمبية تصنيفك هيكون كام؟ والله يا اخي احنا ما بنتدربش ولا بنتجهز ولا بيتم اعدادنا 4 سنين من دم البلد، كنا هنطلع الاخير زي اللعيبة بتاعتك يعني، مفيش فرق، احمد زي الحاج احمد، وكنا وفرنا الفلوس وكنا وفرنا وجود واحد زيك في منصب لا يستحقه، بدل ما تطلع تعتذر على فشلك انت واتحادك ولاعبيك وخروجهم المدوي المخزي، تطلع تسأل سؤال متغطرس، هو انتوا اللي بتنتقدوا لعيبة مصر وابطال مصر لو كنتوا شاركتوا في الالعاب الاولمبيه كنتوا هتعملوا ايه؟ انا مش عايز اقول وصلنا في السؤال بلفظ نحاسب عليه، لكن انا زي ما بقول لك انت لا تستحق المكانه اللي انت فيها، وكان اولى بيك انك تطلع تقول انا اسف يا شعب مصر، انا اسف يا جمهور مصر ان طلعت فاشل اني احقق احلامكم وطموحاتكم. النادي الاهلي في مشكله، النادي الاهلي في ازمه حقيقيه، وعلى مسؤول النادي الاهلي التحقيق في الامر، وعلى الاستاذ امير توفيق الرد بالمستندات والادله التي تبرئه. استاذ امير توفيق على راسي من فوق، استاذ امير توفيق في صفقه زين الدين بالعيد لما فشلت الصفقه طلع ناس مصريين عايشين في الجزائر وناس مصريين هنا قال لك سبب فشل الصفقة وفقا لوكيل اللاعب زين الدين بالعيد وصحفيين جزائريين ان مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي الاستاذ امير توفيق طلب ان يكون الوكيل اللي هيخلص الصفقة وكيل مصري اخر غير الوكيل الجزائري بتاع اللاعب، ولما اللاعب رفض باظت الصفقة. أستاذ أمير توفيق رفع قضية على أحد المشجعين الأهلاوية اللي قال معلومات من هذا القبيل.
نهاردة وكيل أعمال يحيى عطية الله، الصفقة التانية اللي بتفشل محسن المعادي طلع قال إن الأرقام المطلوبة في يحيى عطية الله مش مبالغ فيها زي ما تقال في الإعلام وفي السوشيال ميديا الأهلوية. طبعا معلوماتنا اللي بناخدها من النادي الأهلي إن الأهلي عرض 1,700,000 دولار، لكن النادي الروسي كان عايز 2,000,000 دولار. حتى استغربت وقتها وقلت لك يعني جات على 300,000 دولار ما تدفعهم، اللي يدفع 1,700,000 يدفع 300,000 دولار. لكن الغريب ما صدر على لسان وكيل أعمال يحيى عطية الله إن اللاعب نادي الزمالك دخل في الصفقة والنادي الروسي طلب 200,000 دولار إعارة بالإضافة ل 800,000 دولار عند تفعيل الشراء النهائي. يعني الصفقة شاكب راكب هتبقى كام؟ 1,000,000 دولار بس. انت متخيل لعيب منتخب المغرب واخد رابع العالم، لعيب لعب كاس عالم أندية مع الوداد، لعيب كسب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد، لعيب عنده خبرات عالمية ودولية وقارية، كل الخبرات دي كلها ومليون دولار، ورايح تجيب لاعب مغمور اسمه جمال الشماخ ب700,000 دولار. ويا بختك يا ابو بخيت، وارد يطبع معاك ووارد ما يطبعش، وارد يطبع معاك ووارد ما يطبعش. المشكله مش في كده، المشكله ان محسن المعادي قال نفس الكلام اللي حصل في زين الدين بالعيد، قال لك ان مفاوضات الاهلي توقفت بسبب ان مسؤول التعاقدات كان عايز وكيل مصري او يحاول يفرض وكيل معين في الصفقه. اتمنى استاذ امير توفيق يطلع يرد على هذا الشخص. يعني ايه حضرتك فرض وكيل بعينه؟ ملهاش غير معنى واحد، سمسره وعمولات من تحت لتحت، من تحت لتحت، هي ملهاش معنى غير كده. استاذ امير توفيق اتمنى انك تطلع ترد على الراجل ده، انا اثق في نزاهتك، لكن الراجل بيتهمك في امانتك، الراجل بيتهمك انك شخص بتحاول تطلع بسمساره وعموله من الصفقات، انك تدخل وكلاء اصحابك وبعد كده تقسم وتنصص معاهم في العموله والسمساره بتاعتهم. انا اثق في امير توفيق، لكن الشخص ده طلع اتهمك، ودي تاني او تالت مرة يطلع كلام وطراطيش كلام ان في محاولات فرض وكلاء بعينهم عشان الصفقات تخلص لصالح النادي الاهلي. انا قلت كلام الراجل، وعلى الاستاذ امير توفيق انه يطلع يرد، وعلى ادارة النادي الاهلي فتح باب تحقيق في هذا الملف، في هذا الملف. افتكروا جاكسون موليكا بقالنا 3 سنين بنحاول نجيبه، وكل الكلام ان جلطة سراي عايز 6 مليون، جلطة سراي عايز 5 مليون، جلطة سراي عايز 7 مليون. اللاعب راح الخلود السعودي ب500,000 دولار اعارة، يعني لو بيع نهائي 3 سنين مش هيبقى 1,500,000، 2,000,000 دولار بالكتير. اشمعنى؟ هل السعودية ما عندهاش فلوس واحنا اللي عندنا فلوس بمتلتلة؟ الموضوع محتاج تحقيق موسع، والله كل واحد بقى يتعرف مين مغرض، مين بيعمل سمسرة وعمولات، مين امين ونزيه يستحق ان هو يكمل ويرتبط اسمه باسم النادي الاهلي. جوزيه جوميز يطالب ادارة الزمالك بعدم المشاركة في كاس مصر، كارثة بالنسبة لنادي الزمالك. هاني حتحوت قال لك جوزيه جوميز أبلغ إدارة الزمالك برفض استكمال مسابقة كأس مصر، وطالب الإدارة بضرورة الانسحاب. اشمعنى انسحبته من ماتش الأهلي؟ أنا عايز بقى ممس ينسحب من ماتش كأس مصر. انسحبوا واطلعوا قولوا كأس الكرامة 4. يبقى كده الزمالك عنده كرامة 1 و2 و3 و4. 4 ان دو تروا 4 وقبال 5 و 6 وقبالهم.
بما اننا بنلعب الالعاب الاولمبيه في باغي، عقبال 5 و6 و7 و8 لنادي الزمالك في كاس الكرامه والالقاب المدويه بتاعه كاس الكرامه. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام.